وقد تحرك الملف على المستوى الوطني بفضل حرص المستوى القضائي الذي أوكلت إليه هذه القضية، والذي أصدر مذكرات جلب واستنابات قضائية بحق عدد من المسؤولين في النظام الليبي. إننا نجدد الدعوة إلى الدولة اللبنانية، إننا نجدد الدعوة إلى الدولة اللبنانية للخروج من ترددها وتردادها وتلكؤها، وتتبنى هذه القضية بشكل واضح رسمي وعلني وعملي، أقول عملي، وأن تتحمل كل حكومة لبنانية في بيانها الوزاري وفي عملها الميداني مسؤولياتها الكاملة والعملية. مرة ثانية أقول والعملية اتجاه الإمام الرمز للعدالة والتنمية والمقاومة. إننا كذلك ومن أجل تجسيد مسؤولياتنا في هذه القضية أمام الرأي العام، نشكر الاهتمام الذي أبرزته الجمهورية الإسلامية في إيران بهذه القضية قائدا وقيادة وبرلمانا، ونطمئن جماهيرنا بأن الإمام الصدر الذي هو ابن فكري ورسالي من أبناء الإمام الخميني العظيم لن يكون في أي لحظة موضع مساومة أو تسوية سياسية، وإن علاقات الجمهورية الإسلامية السياسية في المجال العربي أو الدولي لن تتجاوز مصلحيا المعايير الأخلاقية والشرعية لقضية الإمام الصدر. إخواتي وإخواني، نلتقي اليوم في لحظة سياسية مصيرية، حيث المنطقة ولبنان يقعان تحت ضغط تحديات كبرى تجعلهما يقفان على مفترق خطير بين الاستقرار والسلم الأهلي أو الفوضى والفتنة. سأبدأ وإياكم باختصار رحلة الذهاب عبر المنطقة لعلني أفتح أبوابا على لبنان خلال مروري بمحطات القضايا والمسائل الأساسية، ولعلني في رحلة الإياب إلى لبنان وحنيني كما حنينكم دائما إليه أفتح بابا ندخل منه إلى خلاص بلدنا المهدد في وجوده كضرورة لبنانية وعربية ودولية. في رحلتي عبر المنطقة سأسلك طريق فلسطين والعراق عبر صفقة السلاح الأمريكية الكبرى الأخيرة ومؤتمر الخريف الذي دعا إليه الرئيس بوش حول المسألة الفلسطينية. بالنسبة لصفقة الأسلحة، قلت سابقا مرارا وتكرارا خلال الاجتماعات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية أنه لو صرفت 10% فقط من الأموال التي يخصصها العرب لشراء الأسلحة، لو صرف هذا 10% على الديمقراطية في أقطارنا لكانت هذه الأقطار بألف خير ولأفادتنا أكثر من كل السلاح. إجا برلماني بهالوقت. ولأفادتنا أكثر من كل السلاح الذي هدرنا ثمنه، خصوصا وأن نصف الصفقة كما تعلمون تقريبا ستذهب خلال العقد القادم إلى إسرائيل. أقول اليوم لقد حذرنا غير مرة من تمويه النوايا
في سياق مشروع الأوسط، الشرق الأوسط الكبير، بالديمقراطية، بالشفافية، بالحكم الصالح. وهي وزيرة خارجية أمريكا السيدة رايس تستبدل أجندة التحول الديمقراطي التي تحدثت عنها مما يزيد عن سنتين عام 2005 في جامعة القاهرة، بالعودة إلى نهج وأساليب الدبلوماسية الأمريكية التقليدية، بما فيها بيع الأسلحة تحت حجة أن لا تعم دائرة العنف المتفشي في العراق بقية أنحاء الشرق الأوسط المستقر نسبيا. والأسلحة طبعا التي تتكلم عنها إنما يجري الحديث حول التصدي للخطر الإيراني، ونحن نعلم أن أي ضربة لإيران سوف تؤدي لإشعال المنطقة من الخليج إلى فلسطين، وباسم الفتنة الكبرى داخل الطائفة الإسلامية الواحدة، وكيف تكون بالتالي صفقة الأسلحة هذه ضد تعميم دائرة العنف العراقي. والحقيقة أن إدارة الرئيس بوش وبعد سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس وفقدان البيت الأبيض القوام المتماسك الموحد الذي كان يستند إليه لم تقتنع. سمعونا يا أخوان، فقد البيت الأبيض هذا القوام الموحد في الكونغرس، لم تقتنع أمريكا حتى الآن بالمعادلة التي تقول أن صورة أمريكا يا أخوان يا أنتوا يا أنا سمعونا إذا بتريدوا، أن صورة أمريكا سوف تتضرر، أن صورة أمريكا إذا كانت ستتضرر إذا انسحبت من العراق، غير أن صورة أمريكا ستتضرر أكثر إذا بقيت في العراق. هذا بالنسبة لصفقة الأسلحة. أما بالنسبة لمؤتمر الخريف، إن هذه الإدارة الأمريكية أطلقت في سياق تخبطها ما بات يعرف بمؤتمر الخريف أو مؤتمر الرئيس بوش لتسوية القضية الفلسطينية على أساس رؤيته لقيام دولة فلسطينية. إن العودة لروحية مدريد مطلوبة، إن العودة لروحية مدريد مطلوبة، ولكن ليس بالاستفراد ولا بالحصار بل بما يجمع. وبالتالي نقول وبصراحة وباختصار مفيد، إن هذا المؤتمر لن يصل إلى النتائج المتوخاة بتجاهل سوريا وبالقفز فوق نصف الحقيقة الفلسطينية التي لا يمكن عزلها في غزة كما لا يمكن عزل الفلسطينيين في الضفة الغربية. إننا على عكس الجميع نرى أن إسرائيل في الطريق إلى المؤتمر تعمل على امتصاص مبادرة السلام العربية، وهي تستعد بدل الذهاب إلى التسوية للتوجه إلى الحرب، وتراهن على توسيع الشرخ في العلاقات العربية من أجل جعل ضرب سوريا وكذلك المقاومة في لبنان أمرا مقبولا، باعتبار أنهما متمردان على القرار العربي وأنهما يعملان على إفشال مبادرة السلام العربية التي هي في أساسها مبادرة الملك عبدالله للسلام.